تصلي الظهر تعاود تتمونكا، ولا كي تصلي تعاود تتسحل، تعاود العصر تعاود تكشود. إن أنا لبذكر الله تطمئن القلوب ومن اتقى الله جعل له مخرجا. هذه زعما يدق الإنسان يستعرب بها. ربي سبحانه وتعالى زعما كي توكل أمرك لله ما مستحيل. انت أمري وكلته ربي سبحانه، كيفاش ربي يتخلى عليا؟ ما يتخلاش عليك. أنا بزاف شباب كيفي ديت منهم العبرة، فاتوا عاجوا وكي عاجوا شتم زعما ما شاء الله تبتوا، وراه السر في التبات تاعهم الصلاة. الصلاة من أهم الأسباب اللي تخليك تثبت في العلاج تاعك. شوفي 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 واحد كان أكثر منك ولا كان كيفك، ومن بعد تشوفي زعما على الطريق المستقيم تغيري تغيري تغيري، ما راه يصلي راه الله يبارك راه ما شاء الله، باش فايتني هذا؟ تبقى الأسئلة تطرح في نفسها على روحك. أول خطوة ديتها قبل ما نعالج الإدمان هي الصلاة. هي صح ما قديتش نعالج، ما قديتش نحبس، ما قديت زعما كيما حنا نقولوا طغى عليا طغى عليا الشيطان. شا درت؟ بديت نصلي. كي بديت نصلي بشويه 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 وليت نستحيا من الله سبحانه وتعالى. كيفاش راني ناكل؟ كنت ناكل، انا نقولها لكم مباشره، نقولها لخوتي، انا كنت مدمن ونصلي. علاه؟ كنت ما قديتش نحبسه، نصلي وندعي نصلي وندعي، وبديت ننقص بديت ننقص. وانت خديت قرار نيشان نيشان نيشان، نهار اللي درت بروجي وخسرت فيه، سبب الخسارة تاعي كانت الإدمان. كليت كاع 500 مليون، درت بروجي 500 مليون خسرت. خمس شهور بلحت، كان عندي لوطو جديدة راحت هذيك اللوطو، كان عندي دراهم ضلت مشى بال 20 مليون 30 مليون في جيبي، راحوا هذوك الدراهم. تما كاين خدت قرار أني مستحيل نعاود نولي للإدمان. جاتني الفكرة وكانوا بزاف صحابي يقولوا لي دير مختار، عندك إمكانيات باش تقد دير تبارطاجي معنا حكاياتك والناس تقد تحبس بالحكايات تاوعك بلي فيديو تاوعك. درت لي فيديو، درت الاول، درت الزواج. وحاجه اللي راه مخليتني في الاستمراريه هي الاباء والامهات. الاباء والامهات قالوا لي واياك تحبس لنا هذا المحتوى، لقى اقبال الناس بزاف. حبست الشباب تاعنا بارابور المحتوى كي درته في 2014 2015 والمحتوى كي درته في 2023 2024 ماشي كيف كيف. في 2015 2016 الشعب كان في غفله وكان عجباته كانت محللاته، ولكن دروك في 2023 2024 غادي غير تنقزه، غير تقول له خطيك، تعرف كي توصل له الميساج يتخلى عن المخدرات مباشره. نتفكر ما توجور زعما الام زعما الام حاجه الحاجه مقدسه، قسما بالله الى الام حاجه مقدسه. تهلوا في امهاتكم يا سيدي، ما تسمعليش انا ماشي مؤثر، تاثر بكلام امك، تاثروا بكلام امكم. هذا رمضان فرصة، فرصة ذهبية للناس باش تتوب. ورمضان ربي زعما من اتقى الله جعل له مخرجا. خلي أمرك لله، وخاصة في رمضان قرأ شوية قرآن، روح صلي تراويح، ادعي ربي ادعي ربي، ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو ربي عاونكم. قيس با من أتى الله مشيا أتاه الله هرولا. انت غادي تروح لربي تتمشى، ربي يجيك يجري.